الله تعالى وبركاته اخواتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فيديو جديد، فيديو لكل شي الناس اخواتي جاوني في التعاليق وكيسولوا لي الناس بزاف على الخبز ديال الشاورما، واليوم جيت نشارك معكم هذا الخبيز هذا اللي كيجي غزال وكيجي فن شكلا ومذاقا. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم المقادير وطريقة ديال التحضير، ولكن الطريقة ديال التحضير والمقادير جد سهلة وجد بسيطة. عندي هنا ان شاء الله غنقدم معكم هاد المقادير هادو. عندي واحد 400 غرام ديال الدقيق الابيض، نوعية ممتازة ديال الحلويات. عندي واحد المعلقة ديال سكر حبيبات. عندي معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية. عندي شوية ديال الملحة صافي، وعندي الدقيق وعندي الماء دافئ اللي غنعجن به، وخليت شويه ديال هذا الدقيق هذا باش غادي نسرح به العجين ديالي. اول حاجه ان شاء الله غنبدا بها معكم اخواتي هي غادي ندير واحد الحفره هنايا في الوسط، وغندير هاد شويه ديال الملحه، وغندير هاد الخميره هذه ديالي. صدقوني هذا الخبز هذا ديال الشاورما كيجي رائع وكيجي زوين بلا ما نشريوه من الزنقه، كلشي كنوجدوه في البيت ديالنا صحي. وكتعرفي اخواتي كيفاش كتوجدي داكشي بيديك، ما كتشريش ما كتعرفيش داكشي كيفاش مصوب. ما علينا اخواتي، صافي كنخلط هذوك المقادير كامله، وغادي نبقى نضيف الماء دافئ شويه بشويه. ما غنديرش هاد العجينه ثقيله، ما غنديرهاش خفيفه، غنديرها بحال العجينه ديال المسمن. غادي نعجنها وغادي ندلكها مزيان، غادي ندلكها حتى تولي مدلوكه عندي وخلاص. وغادي نخليها تخمر في هاد الاناء هذا، وغنغطيها حتى كتضاعف ليا الحجم ديالها، وغادي ندوز نشكلها معاكم ان شاء الله. غنشكلها معاكم وغادي تشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالو اللي كنطيبو انا في داك المقله الثقيله الوجديه ديال الملوي، كيجي فيها غزال وكيجي فيها رائع. وهانتوما معايا، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وان شاء الله على ما نعجن هاد العجينه ديالي وندلكها مزيان وغنرجع معاكم ان شاء الله غتشوفوها كيفاش غادي نطيبوا هذا الخبز ديال الشاورما ديالي. يلا اخواتي ما تمشيو فين على ما نعجن هذا العجين هذا ان شاء الله ونرجع معاكم. صافي اخواتي، انا عركت معاكم هذا العجينه ديالي، كتجي على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا اخواتي، هانتوما كتجي، شوفوا كتجي مدلوكه غزاله صافي. ودابا غادي نديروها ان شاء الله، نديروها في هذاك تضاعف ليا الحجم ديالها، نديروها في هذا الاناء هذا صافي اخواتي. وغادي ندوز دابا نغطيها معاكم ونخليوها على جنب. هذا الخبيز هذا ديال الشاورما كنرافقو مع المشويات، مع كنديرو به الطاكو، تنديرو به التعميره ديال الكفته ديال لاداند، اي حاجه اخواتي عندكم ديروها بها، ديرو بها كيجي رائع وكيجي زوين. وما تمشيو فيه ان شاء الله حتى ندوز يخمر لي ونطيب معاكم ان شاء الله هاد الخبز الشاورما ديالي. وداك خبز ديال الشاورما ديالي من بعد ما بغيتش نكثر عليكم الفيديو، من بعد ما ارتاح لي وخمر لي وضعف الحجم ديالو، كورتهم كويرات على هذا الشكل هذا. ها انتم شوفوا معايا، كورتهم وخليتهم عاوتاني يرتاحوا. ودابا ان شاء الله غادي نطلقهم معاكم، غادي نطلقهم معاكم هكا، ما غنديرهمش غلاط، ما غنديرهمش رقاق، غنديرهم بين وبين باش ما يجيش جهه عاليه وجهه هابطه. هانتوما غتشوفو السمك ديالو قداش، وغادي ان شاء الله غادي كلهم غادي نخدمهم على هاد الطريقه هادي، نخدمهم هكا كلهم، وغادي نديرهم في المنيدل حتى غنكملهم كاملين ويرتاحوا ليا عاوتاني شويه ويضعف ليا شويه الحجم ديالهم، ماشي بزاف
وعاد غادي نبدا نطيبهم داك المقله ديالي. ايوا واش غادي نقول لكم، كيجيو هشاش وكيجيو زوينين، كيجيو خفاف، وكنرافقهم مع المشويات مع انا قلت لكم اللي بغيتو اخواتي ديروها بهم ديروه بهم، لكم كامل الاختيار. وانا درت مقادير قليله، بغيتو تضعفوا المقادير ضعفوهم، لكم كامل الاختيار. يلا اخواتي انا ان شاء الله غادي نكملهم هكا بهالطريقه هذه، غادي نرققهم نزيد نرققهم شويه، ودابا ان شاء الله غادي نكملهم كاملين وغنرجع معاكم باش غادي نديروا الطريقه ديال الطياب ديالهم. ها انتم شوفوا، شوفوا السمك ديالهم قداش، ما تيكونوش عاليين ما تيكونوش خفاف. يلا اخواتي انا معاكم ان شاء الله تنكمل وندوزو ان شاء الله نكملوا الفيديو. بعد ما دلكتو بداك المدلك شوفوا كيفاش كيجي على هذا الشكل هذا. ها انتما كنبقى ندور حتى كيتنفخ ليا على هذا الشكل. من بعد ما سخنت المقله مزيان وقللت عليها البوطه حتى للحد، وعاد درتو. دابا ها انتما شوفوا معايا، ها انتما شوفوا العمليه كيفاش ناجحه. ها انتما اخواتي هذا هو الطريقه ديالو باش كيجي هذا الخبز ديال الشاورما هكايا من فوق. صافي غنبقى نستمر في هذه العمليه هذه اخواتي حتى غادي نحمرهم مزيان، وانتم معايا ان شاء الله تنكملوا الفيديو حتى الاخر. رافق داك الخبز الشاورما ديالي بهاد الكبيده هذه اللي غادي نديرها في الشوايه ديال الضو، غنرافقوا معاهم فطور خفيف ديالي ان شاء الله. غادي تشوفوها كيفاش كتجي الكبيده. عندي الكبده ديال الغلمي مع واحد القليب، ها هو تنقطعهم طريفات وكنشرملهم بهاد الشرميله هذه. هاد الشرميله هي عندي في الاول مليحه شويه الملحه، وعندي شويه ديال الشونيه، وعندي شويه ديال السوداني، وعندي بصيله مفرومه هكا مقطعه طريفات صغار، وعندي تقطيعه ديال القزبر ومعدنوس، وعندي هنايا شويه ديال الزيت جوج معالقات ولا ثلاثه باش غنشرملها، وعندي واحد المعلقه ديال الخل. وعندي اخواتي هاد الشحمه هذه ديال الكلوه حتى هي كتبننها، تنقطعها طريفات ونزلقها في هاد القطيبات هادو ديال المقله ديال الضو، حيت هادو هما اللي كيحتاجوا باش نديرهم معاهم ان شاء الله. وهنا دابا ان شاء الله معاكم غادي نقطع هاد الكبده ديالي، وغادي نشرملها بهاد التوابل هادو اللي قلت لكم، وغادي نرجع معاكم ان شاء الله باش نكمل معاكم حتى الاخر. بعد ما قطعتها على هذا الشكل هذا هكايا، وهاد الطريفات ديال الشحمه هما يا قطعتهم، دابا ان شاء الله غندوز نشرملها معاكم. كندير داك واحد جوج معلقات ديال القزبر ومعدنوس كتجي مواتيه معاها، وكندير داك البصيله ديالي المفرومه، وكندير هاد الشونيه وهاد السوداني. صدقوني كتجي هاد الشرميله غزاله، مغير على الشرميله الاخرى اللي كنديروها مشويه. هذيك تنديروا فيها الكمون، وتنديروا فيها هكا حتى هي شويه ديال الابزار ومليحه وداك الشيء. وهذه عاوتاني ملي كنديرها في البلا ديال الضو كنديرها على طريقه خضره في خضره اخرى، كنشويوها شويه وعاد كنشويوها ونلويوها في داك بولفاف. هذه لا، هذه كندير لها الطريقه هذه، كنشرملها في مره وكطيب في مره. دابا غندير داك الخل ديالي، داك المعلقه اللي قلت لكم، وعندي واحد جوج معلقات ديال الزيت. صافي دابا اخواتي غادي نشرملها مزيان تتشرب الشرميله ديالها، غنخليها كتشرب شرميله. شوفوا معايا على هذا الشكل، وان شاء الله غادي ندوز معاكم من بعد ما غادي تشرمل ليا مزيان وتاخذ حقها في الشرميله. ان شاء الله غادي نزلقها في داك القطيبات ديالي ديال الخشب، وغادي نجلس نشويها معاكم. وما تمشيو فين باش ان شاء الله تتبعوا معايا المراحل.
كلها ان شاء الله. شوفوا كيفاش كتجي داك التشرميله اخواتي. يلا اخواتي حتى نتلاقاو ان شاء الله. ها هما داك الكبيده ديالي اللي تشرملت ليا مزيان. شوفوا درتها في هاد البلا ديال الضو، كتجي فيه رائعه وما كتدير لا دخان لا والو. ودابا ان شاء الله انا غنوجد معكم هذا الشيء مع داك الخبز ديال الشاورما اخواتي، وغنقدم معكم هذا الشيء الفطور ديالي المتواضع. وما تمشيو فيه انت تشوفوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. وغادي نقدم لكم صحن ديال التقديم، وها انتم معايا ان شاء الله. ما تمشيو فين اخواتي القطيبات ديالي من بعد ما وجدوا لي. شوفوا كيفاش كيجيو محمرين وزوينين على هذا الشكل هذا ما شهيتكم فيهم. وهاد رافقتها مع هذا زعلوك هذا كيجي رائع وكيجي زوين. نهار اخر ان شاء الله غادي ندير لكم حلقه عليه. وهاد الخبز ديالي ديال الشاورما شوفوا كيفاش كيجي على هذا الشكل هذا ملي كنحلو. شوفوا اخواتي شوفوا كيفاش كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع وبنين وزوين وما شهيتكم فيه. وتنرافقهم مع هاد المخللات ديالي اللي عندي انايا مرقداهم، وتنرافقهم مع هاد الكاس ديال كيسان ديال المناضة او عصير ديال الحامض اخواتي. شوفوا على هذا الشكل ان شاء الله. كنقول لكم بالصحة والراحة، ولا عجبكم هاد 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 الفطور ديالي المتواضع ديروا لي لايك، وما تبخلوش عليا بالكومنتارات الزوينين ديالكم، وباش نعطي الجديد ان شاء الله. كنقول لكم شكرا لكم بزاف اخواتي على التتبع ديالكم ليا، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.